هلا هيك تمام الشغل، يلا باي عنكم. تمام، انا ورجيكم كل الخطوات بدكم تساووها، وملعبها كله لعبة صبر. السلام عليكم يا جماعة، مثل ما وعدتكم المرة اللي قبل الماضية انه حعملكم فيديو لتصوير وتدريب الطيرة تبع الفحل الابيض اللي ساويناه، اللي كان هو بعنوانه تدريب طائر الباجي الكبير، كنا حاطين وش الكبير قوي. تابعونا نشوف شو بده يصير معنا بهالمرحلة الجديدة. هاي تقريبا بما انه اصغر سنا من الباجي اللي كان لونه ابيض، فهي كتير نشطة. فهلا خلونا نشوف شو بيصير معنا بالمجريات. افضل يكون انه ما في كركبه كثير، فانا اليوم عندي كثير كركبه ما شاء الله، 100 صوفاي و100 شغله. مره ثانيه نخليها تروح وين ما بدها وبترجع لهون، خليها تطير كمان. لساتها عنيدة، لساتها عنيدة، لساتها عنيدة، هي عنيدة ونحن بدنا نكون عنيدين أكثر. مثل ما حكينا هي عنيدة وأنا أعناد. هو التدريب صبر، هو التدريب صبر. طيري يلا طيري. نزلت تحت الصوفاي، وهي الصوفاي إلى حرف كثير عذبتنا لطالعناها، بس مو مشكلة، بدنا نرد نشتغل عليها. طلع يلا 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 يلا, يلا, يلا. يلا يلا طيري طيري وين ما بدك. طبعا يا شباب يا صبايا عم تطير، تروح تفوت بالمراية بالصالون وترجع. قلت لكم هي كثير بدها تكون اكثر من الابيض. نفس القصة، وقعت قفص صوفاي مرة ثانية، نفس العملية. هي ما عم تفهم شنطة، هي ما عم تفهم انه هي لازم تطلع على ايدي، لازم تطلع على ايدي لوحدها. يلا على الآية القرآنية، هوب طلعي. بدك ما تريحها، بدك ما تريحها، بدك ما تريحه للطير. طول ما انه في عزم بده يعذبك، طول ما انه في عزم بده يعذبك. اطلع يلا 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 يلا. ايوه حلو، برافو. اكلنا عضه مو مشكلة. المهم يا جماعة شوفوا، تقريبا استسلمت، تقريبا استسلمت، ما حنقول استسلمت 100%، لسه فيها حيل. هلا بس هيك من ايد لايد، من ايد لايد، بنرد. بدك تمك تعمل شغلة انك عم تتعبها، عم تتعبها، بدك تتعبها، بدك تتعبها للطير. اوي اوف سفحي.
هو انا افضل يكون التدريب بمكان يكون فاضي، مثل اوضه فاضيه، غرفه فاضيه. يعني هون كثير عم تلبكنا بالنسبه للصوفايات والقصص هي. بدها تفهم، بدها تتعلم، بدها تفهم انه بدها تجي. هلا ممكن البعض ممكن يزعل عليها انه هيك عم تخبط، بس خلص ما في حل. اذا الطير كبير هيك بده يتدرب، اذا الطير كبير هيك بده يتدرب. يعني كثير عالم عم تسالني على الطيور الكبيره، هي الطيور الكبيره هيك بدها تتدرب. اه صوفاري، يلا يلا شوفوا كيف عم تعض. بس هيك لسانها شلون؟ تقريبا استسلمت يعني ابدا. هذا الاستسلام من التعب، هذا الاستسلام من التعب. أول ما بتصحى حترى هو نكرت حالها هيك ومرة ثانية طايت. تعي حتى ما عاد فينا توقف على يعني، حتى توقف هيك تستملك نفسها ما عاد حسنت. مرة ثانية تمام، راحت حط اصبعتنا نجرب، ما استجابت. نجرب، نحاول مرة وتنتين وعشرة وخمسطعش لحتى نشوف كيف. قرب عندي، شوفوا حتى الرجلين هي مالها واقفة بوضعية مرتاحة، مالها واقفة بوضعية مرتاحة. مثل ما حكيت انا بالاستديو سوري بالفيديو السابق، انه انت اذا وصلت على المرحله انه خلاص استجاب الطير معه، المره الثانيه رجع يطير لازم تقصه. بس انت يعني فتت باول مرحله، او ممكن انت تلزق جناحه اربع خمس ريش من هون، اربع خمس ريش من هون. وبدي اقول لكم شغله بالنسبه للناس اللي عم تسالني على قص الريش، راح اقول لك كيف بينقص الريش. شغله سهله وما لها معقده. قريب عندي، تاخذ هدول الريشات واحد اثنين ثلاثة او اربع ريش، بتقصهم من هي القرنة، لا بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت. شايف القرنة هي؟ العصافير هي بسموها عصافير الريش، هي عصافير الريش. بعد منها ميلي بتقص من هون، انتهت القصة. هاي بالنسبة لقص الأظافير، كمان بالنسبة للباجي يلي ما عم يعرف يقص كمان سهلة جدا. تعال عندي، هاي الأطفال هذا كتير طويل الأطفال، اسحبوا هاي على الدم، واضح أنا معي. هاي على الدم أنا واضح معي. هيك انا بكون قصيت بسرعة. تمام، شو عندي مثلا؟ نفس الشيء هاد، عرق الدم ليكو واضح. كمان باخذ من هون، هاي انا عم بعطيكم شرح سريع. هلا تقريبا بس هذا الاطفال كان طويل قصيته انا. لك ادشري، افتحي 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 افتحي. خلص هيك تمام، انا بظن قصينا الاظافر الطوال اللي عم تعلي بالقفص بشكل سريع.
تعال يلا تعال تعال يلا ايوه برافو يلا 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 طارت مرة ثانية لسه في عزم معناها بدنا طاري تمام على اللوحة القرآنية هيك استوت يعني منيحة استوت فيني اسحبها من المقلاية بقى الأصغر عمرا اللي مو متدرب بيبقى شو بيبقى شقي خليكي يلا ايه معلش تمام هي فهماني علي عم تقول لي يا انا يا انت بس لعيونك انا ان شاء الله يصوروا فيديوهات هلا شو يصوروا؟ حطني كفي يا طايا تقريبا حفظنا نحن المسار تبعها شلون عم تروح هاي الطيره القرده وبعدين معك خي عضي عضي لك عضيني الله يوفقك عضي برافو طبعا هلا هي لو مقصوصة بترتفع شوي عن الارض يعني بتطير من ايدي بهي المسافه وبتنزل هون بهي القرنه تقريبا هون بتنزل فما عاد تحسن انه تبعد كثير حط اصبعتي بتطلع عادي هاي صار عندكم الموضوع واضح يا جماعه يلا 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 ايوه صارت حبه هلا هيك تمام الشغل يلا باي عنكم تمام انا ورجيكم كل الخطوات بدكم تساووها وملعبها كله لعبة صبر تحياتي للجميع السلام عليكم